أزمة في الساحل الشمالي بسبب المايو الشرعي. المايو الشرعي يثير أزمة في الساحل الشمالي، تعرف على التفاصيل. المايو الشرعي يثير جدلا في مصر، خناقة في حمام سباحة بين أصحاب المايو الشرعي وأنصار الاحترام. رضوى الشربين تعلق على أزمة المايو الشرعي، الست المحجبة هي كمان حرة. أزمة كبيرة يفجرها مايو الشرعي تصل للأمن والمبرر، شكله مضايق الموجودين. السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم في قناتكم كورة شراب. لطفا قبل ان نبدأ فلا تنسوا ان تدعمونا بلايك اسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو الى 9000 لايك. لو مؤيد للمايو ما تنساش تضغط لايك اسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المؤيدين للمايو الشرعي. ولا تنسوا ان تضغطوا اشتراك في القناة وتفعيلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد اولا باول. المايو الشرعي يثير جدلا في مصر. أثار مقطع فيديو الإشكال وقع بين نزلاء إحدى قرى الساحل الشمالي في مصر بشأن نزول سيدة إلى المسبح بالمايو الشرعي جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وسمع في مقطع الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل رواد المسبح يقولون للسيدة إن المادة القماشية التي صنع منها المايو غير ملائمة فيما دفعت هي عن وجهة نظرها، مؤكدة أنها تعتدي المايو الشرعي حتى في مسبح كاليفورنيا في الولايات المتحدة، متهمة رواد المسبح بالعنصرية. كما سمعت دعوة في مقطع الفيديو لتقبل الآخرين والاستمتاع باليوم الصيفي وبأشعة الشمس وتطور التلاسم بين رواد المسبح الذين اعتبروا أن المايو شكله وحش، ما اضطر عناصر الأمن في المسبح إلى التدخل وفض الإشكال. وتنوعت ردود الأفعال عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما على تويتر، حيث اعتبر أحد المغردين أن الأمر حرية شخصية، فيما أشار آخر إلى أن مناطق ساحلية أخرى في مصر ترفض ارتداء سيدات البيكيني. وسخر ناشط آخر من الجدل القائم قائلا إن مصر على وشك الدخول في حرب والمصريون يتناقشون بشأن البيكيني والبوركيني. المايو الشرعي يثير أزمة في الساحل الشمالي، تعرف على التفاصيل. كشف مصطفى حسن صاحب فيديو الخلاف بسبب المايو الشرعي في الساحل الشمالي أن زوجته هي من تعرضت للمشكلة بسبب المايو الشرعي الذي كانت ترتديه، وأضافت في مداخلة هاتفية مع العالمية إيمان الحصري مقدمة برنامج مساء دي أم سي المذاع عبر شاشة دي أم سي مساء اليوم الاثنين أن طريقة الاعتراض لم تكن لطيفة وغريبة جدا، وطلب منا الخروج من حمام السباحة بسبب المايو الشرعي الذي كانت ترتديه زوجتي، وتابع أن هذا المايو معروف في كل مكان والاعتراض جاء من المالك لوحدات في القرية، مستدركا أنه بعدها جاء الأمن وتحدث معي بأسئلة غريبة ووجدنا اعتراضا على المايو الشرعي من قبل الجيران، وأكمل أنه إحنا في 2020 ونحارب من أجل حرية المرأة. فيما أكد علي غنيم عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية أنه لا يوجد مانع للمايو الشرعي ومسموح به وغير مخالف، مشيرا إلى أن المايو الشرعي مسموح به في جميع القرى والفنادق، وتابع أن هناك إجراء حاسما في حال الاعتراض على هذا الكلام ولا بد من تقديم شكاوى لغرف الفنادق لكي نتخذ إجراء وقائيا قويا جدا. خناقة في حمام سباحة بين أصحاب المايو الشرعي وأنصار البيكيني. تسبب مايو شرعي في حدوث أزمة داخل حمام سباحة بقرية سياحية، وارتدت إحدى سيدات المايو الشرعي ما أثار جدلا كبيرا بين أنصار البيكيني، حيث وصفوه بأنه شكله وحش في نظر البعض، ويراه البعض الآخر أنه غير ملائم للنزول في تلك الأماكن لأن أغلب المتواجدات يرتدن بيكيني أو مايو ون بيس. ونشر مصطفى حسن زوج السيدة صاحبة المايو الشرعي القصة عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، وقال مصطفى: حصل لمراتي وأنا في حمام السباحة، لقيت سكان جايين يقول لها وإحنا في المية ما ينفعش تنزلي باللبس ده أو بالمايو ده. قالت لي بكل استغراب وخوف كما لو كانت عملت حاجة غلط، واحدة عندها شاليه زيها زي أي حد، ويجي ناس يقولوا لها اخرجي عشان انت لابسة مايو شرعي ومضي عيوننا بيه، هنا كله لابس بيكيني. وأضاف: أحب أقولك إنه في بنات وشباب زي الوردة وكلهم واحد كانوا بيدافعوا عن مراتي وبيقولوا للناس دي أنتوا مرضى. وتابع مصطفى: أنا شايف اللي حصل ده عنصرية، زيهم زي اللي بيقولوا اللي لابسة لبس قصير ما تلبسيش، وأكيد دول اللي برضو عندهم عنصرية اللون والدين، يا ريت كل واحد يبقى في حاله، إحنا في 2020 يا ناس كفاية جهل. عشان بداية عينينا أزمة كبيرة بسبب مايو شرعي في الساحل.
يبدو أن أزمات المايو الشرعي ستكون هي حديث السوشيال ميديا خلال الأيام القادمة. ففي إحدى قرى الساحل الشمالي وقعت أزمة بين نزلاء الشاليهات اعتراضا من البعض على نزول امرأة من إحدى الملاك لحمام السباحة بالمايو الشرعي، تسببت في وصول الخلاف إلى الأمن بزعم أن المايو الشرعي شكله وحش. أزمة كبيرة يفجرها مايو شرعي تصل للأمن والمبرر شكل مضايق الموجودين. أزمة كبيرة شهدتها إحدى قرى الساحل الشمالي مؤخرا بسبب مايو شرعي ارتدته إحدى السيدات التي أثرت استغراب أغلب المتواجدين بحجة أن شكله وحش في نظر البعض، في حين راه آخرون غير ملائم للنزول بحجة أن المتواجدات أغلبهن يرتدن بيكين أو مايو وان بيس، الأمر الذي استدعى تدخل الأمن بناء على اعتراض كثيرين ليسأل صاحبة المايو شرعي وزوجها عما إذا كانوا مستأجرين أم يملكون شاليه في القرية. القصة رواها مصطفى حسن من خلال حسابه على موقع فيسبوك، حيث نشر فيديو تخطت مدته 10 دقائق وعرض القصة كاملة، حيث بدأ الخلاف باعتراض البعض وسؤالهم للزوجة التي نزلت حمام السباحة عما إذا كانت تسكن في القرية أم لا، لترد عليها هي وزوجها بأنهما يعيشون في القرية وبالتالي يحق لهم النزول كما تشاء وليس من حق أحد الاعتراض عليها. مصطفى حسن علق على الفيديو بكتابة: طبعا الناس اللي عارفاني عارفة إني مش بتكلم أو بعلق كتير على حاجة، بس حصلت معي النهاردة مشكلة أنا شايف إن ما ينفعش نسكت عليها عشان دي هتكون مثال لنا ولإخواتنا وزوجاتنا والأجيال ورانا كتير، ولازم الناس دي تتغير ويكون لها عقاب زي ما ابتدينا نتغير ونغير عقول ناس كتير ومرضى كتير في مجتمعنا. ده مثال واقعي حصل لمراتي النهاردة وأنا معاها في البول، لقيت سكان جايين يقولوا لها وإحنا في المية ما ينفعش تنزلي باللبس ده أو بالمايو ده. واستكمل مصطفى: قالت ليه بكل استغراب وخوف كما لو كانت عملت حاجة غلط، واحدة عندها شاليه زيها زي أي حد ويجي ناس يقولوا لها اخرجي عشان انت لابسه مايو شرعي، هنا كله لابس بيكيني او وان بيس. انا شايف ان اللي حصل ده عنصريه زيهم زي اللي بيقولوا اللي لابسه لبس قصير ما تلبسيش، واكيد دول اللي برضو عندهم عنصريه اللون والدين. يا ريت كل واحد يبقى في حاله، احنا في 2020 يا ناس كفايه جهل. وفي فيديو كمان عشان الناس تعمل شير وشوفوا بعينيهم، وانا اسف عشان فيديو 10 دقائق يا ريت اسمع رايكم. مصطفى الفقي سد النهضة كيدي بامتياز والأمر وصل لحالة سد مع أثيوبيا. رفض الدكتور مصطفى الفقي رئيس مكتب الإسكندرية إطلاق مسمى سد النهضة على السد الذي تبنيه أثيوبيا الآن، لافتا إلى أن كلمة سد النهضة خادعة وفقا لتعبيره. وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي أمسي المذاع عبر فضائية دي أمسي مساء الأحد أن هناك محاولة لسرقة المياه المصرية والعبث بالنهر، واصفا السد الأثيوبي بأنه سد كيدي بامتياز، وأشار إلى أن بناء سد النهضة محاولة سياسية بحتة محاولة تقويض مصر وحصارها من كل اتجاه، قائلا ان تصريحات اثيوبيا حول بدء عملية السد مزعجة للغاية. ولفت مدير مكتب الاسكندرية الى ان التصريحات تهدف لاستفزاز مصر والدول الاخرى كالسودان، متابعا: لا يمكن ان تستقيم مع الجانب الاثيوبي علاقات طيبة او تفاوض محتمل، والامر وصل الى حارة سد. واوضح ان الاثيوبيين لديهم بعض العداء لمصر مستطردا تاريخيا، هناك احساس بالدونية امام مصر وامكانها، وهم يحتسبون أن سبب ذلك هو نهر النيل فقط وليست العبقرية المصرية. وذكر الفقي أن أثيوبيا تستكثر على مصر أنها أصبحت دولة مستقرة وقامت بعملية إصلاح اقتصادي وحرب على الإرهاب ومواجهة لما يجري في ليبيا، منوها أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جاء من أقصى الشمال الشرقي ليثبت أنه صاحب أطماع حقيقية في ثروات شرق المتوسط، وأكد أن مصر صامدة وستظل بشأن الأزمة الليبية، متابعا أن الليبيين يعلمون أن مصر هي السند الحقيقي والأخ المخلص الذي لا يتدخل في شيء أو لديه أطماع بالدولة، وخاصة بعد لقاء الرئيس بقيادة العشائر الليبية. رغم نفي أثيوبيا بدء ملء سد النهضة، السودان يعلن انحصارا مفاجئا للنيلين الأبيض والأزرق. أعلنت هيئة مياه ولاية الخرطوم عن خروج عدد من محطاتها النيلية عن الخدمة جراء انحصار مفاجئ للنيلين الأبيض والأزرق ونهر النيل. وقال مدير عام الهيئة مهندس مستشار أنور السادات الحاج محمد في تصريحات صحفية الأحد بحسب وكالة الأنباء السودانية أن محطات الصالحة ألف وباء وبيت المال وشمال البحري وأم كتي والشجرة خرجت عن الخدمة جراء الانحصار المفاجئ للنيلين الأبيض والأزرق، كاشفا عن إنزال منصات مضخات المياه لأدنى مستوى لها في محطة مياه سوبا ومحطة مياه البحر القديمة ومحطة مياه المقرن ومحطة مياه المنارة.
والآن أعزائي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات، هل توافقوا على البكيني أم المايوه الشرعي؟ لا تنسوا أن تشاركوا بأرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا، وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي.